أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين نناقش فيه ما أهم أخبار اليوم والبداية من العناوين. الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد أطراف الصراع في السودان، القتال يزحف باتجاه كردفان، حالة نزوح غير مسبوقة. انضمام قوات الاحتياط الإسرائيلية للتظاهرات يربك حكومة نتنياهو، الكنيسة تحسم صلاحيات المحكمة العليا الأسبوع المقبل. مسيرات إيران في أوكرانيا تمهد الطريق أمام عقوبات أوروبية جديدة، والخناق يشتد على الصواريخ الباليستية. بعد محاولة عزلها في شبه جزيرة القرم، روسيا تعتبر السفن المبحرة في البحر الأسود نحو أوكرانيا أهدافاً عسكرية. السلام عليكم. أزمة السودان المستمرة منذ منتصف إبريل الماضي بقيت عاصية على الحل، ومعها المبادرة السياسية المطروحة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الأطراف المتنازعة إلى المسار السياسي. على الأرض تستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تهدأ تارة في منطقة وتتصاعد تارة أخرى في مناطق أخرى. بعد أيام من الاشتباكات العنيفة يسود الهدوء في أجزاء واسعة من مدن العاصمة الخرطوم، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع بمدينة أم درمان. وفي موازاة معارك الخرطوم، سيطرت قوات الدعم السريع أمس على معسكر فرشايا بمحلية الدلان جنوب كردفان التابع للجيش، وفق ما أفاد مصدر عسكري. هذا أشار إلى أن السيطرة على المعسكر الواقع على الطريق المؤدي إلى ولاية شمال كردفان هي محاولة استباقية لعزل قوات الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، التي بدأت في التوسع بولاية جنوب كردفان منذ يونيو، مضيفا أن ذلك سيضمن للدعم السريع عدم تمدد الحركة الشعبية. وفي موازاة ذلك، قال مصدر دبلوماسي أوروبي للحدث إن الأطراف الدولية تتقاسم المهام لتهدئة الوضع في السودان، مؤكدا أن خيار العقوبات قيد البحث كجزء من خطة تحركات دبلوماسية متعددة ومتوازية. وأضاف أن الأطراف الدولية تتقاسم العمل للوساطة والتوصل لوقف إطلاق النار والاستئناف المسار السياسي. ولمناقشة هذه التطورات السودانية ينضم إلينا من القاهرة العاصمة المصرية سيباوي يوسف، الكاتب الصحفي السوداني. ومن القاهرة كذلك ينضم إلينا اللواء بابكر إبراهيم أحمد، الخبير العسكري واللواء السابق في القوات الجوية السودانية. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا سيادة اللواء. قوات الدعم السريع تسيطر على معسكر فرشايا في كردفان، كان هذا المعسكر آخر موقع مهم عسكري للجيش السوداني في المنطقة، كيف خسرها الجيش وما الذي يعني هذا الأمر؟ التحية لك ولمشاهدينك. أولا، ولاية جنوب كردفان التواجد العسكري المضاد للجيش هو قوات الحركة الشعبية جناح الحلو. قوات الدعم السريع قوات بسيطة لا تذكر. كانت قوات الدعم قوات الحلو قد قامت بخمس نشاطات داخل هذه الولاية، وهي تسيطر على الطريق المؤدي من كادوكلي
حتى الدلنك. وجود قوات دعم السريع في هذه المنطقة ربما يكون استثناء إذا كانت موجودة، لكن التواجد الأكثر هو لقوات الحلو. قوات الحلو نشطت في الآونة الأخيرة، وكانت بينها وبين الجيش اتفاق وقف إطلاق نار صمد لمدة سنين، لكن يبدو أنها في الآونة الأخيرة تحاول فك نعم سيادة اللواء، الصراع الحقيقي في هذه المنطقة مثل ما ذكرت هو بين الجيش وبين قوات عبد العزيز الحلو، ولكن من سيطر على هذا المعسكر ليست قوات عبد العزيز الحلو وإنما هي قوات الدعم السريع. الأنباء متواترة حتى الآن، حتى قبل 5 دقائق أنا كنت أجمع في بعض المعلومات، يقولون أن قوات عبد العزيز الحلو هي المسيطرة، لكن بصرف النظر من هو المسيطر دلت التجارب على 5 محاولات التي قام بها عبد العزيز الحلو أنه لا يتمسك بالأرض. سرعان ما تأتي قوات الحكومية قوات الجيش وتطرد القوات الغازية من المنطقة، وهذا ما نتوقعه إن شاء الله. نعم، أنتقل لسيد سباوي الذي كذلك انضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة. مثل ما يقول سيادة اللواء، ربما الصورة غير واضحة بالنسبة له، من سيطر على هذه المنطقة وعلى هذا المعسكر فرشية الذي كان تابع للجيش؟ هل هي قوات الدعم السريع أم مثل ما يذكر بالفعل قوات عبد العزيز الحلو التي كانت في صراع مع الجيش منذ نحو شهر؟ نعم، كما ذكرتي منطقة جنوب كردفان إقليم ملتهب، وكانت هناك اتفاقية بتاعت وقف إطلاق نار شامل ما بين الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو وما بين الحكومة السودانية. ولكن لاعتبارات كثيرة بعد اندلاع الحرب في الخرطوم، يعني بدأت الحركة في اتساع وتحرك من مناطقها المتمركزة فيها، واستطاعت أن تضغط أكثر من 15 حامية عسكرية للجيش، وبل امتد هذا الصراع إلى منطقة النيل الأزرق. ما يتداول وما ذكره بيان قوات الدعم السريع بأن قوات الدعم السريع استولت على معسكر فرشايا اللي هو بيقع في شمال مدينة الدلنج، وربما يكون لدى قيادات العسكرية للدعم السريع يعني ارتباطات أو قضايا متعلقة بخوف أو تمدد الحركة الشعبية وتتخذ اتجاهات أكثر. ونحن نعلم بأن قوات الدعم السريع لديها وجود كبير جدا في الولاية المجاورة، ولاية شمال كردفان، ولكن يعني في طبيعة الأحوال مثل هذه التحركات يعني يدفع ثمنها المواطن بشكل كبير جدا، كما نشاهد قبل شوية مشاهد النزوح، مشاهد التواصل يعني لولايات تانية أكثر ضعفا. يعني ولاية جنوب كردفان بنعرفها إنها من الولايات ذات الإمكانيات الضئيلة رغم أنها غنية بمواردها، ولكن نجد إنه شمال كردفان نفسها تعاني يعني من إشكالات كبيرة جدا. فهذا واقع إنساني معقد جديد في المنطقة. هذا وضع إنساني يضاف كذلك لوضع أمني كان حتى قبل هذه الحرب الأخيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وهذا سؤالي لسيادة اللواء، حينما نتحدث عن كردفان يعني نتحدث عن تنوع إثني وعرقي، عن قبائل عربية، عن الهمج الهوسة، عن قبائل إفريقية كذلك، عن خط إمداد مهم للجيش السوداني. حينما يفقد الجيش السوداني هذه المنطقة بصرف النظر لصالح قوات الدعم السريع أو لصالح قوات عبد العزيز الحلو، عسكريا ما الذي يعني هذا بالنسبة للجيش؟ أنا كنت في المنطقة ولي عمل هناك، أنا أعلم أن قوات عبد العزيز الحلو قوات محدودة للغاية، لا تتجاوز القوات المقاتلة لا تتجاوز 2000، لكنه قام في الآونة الأخيرة بعد سقوط النظام بتجنيد أعداد كبيرة من المواطنين الغير مدربين. لذلك نحن لا نعتقد أن قوات دعم قوات عبد العزيز الحلو تشكل أي هاجس بالنسبة للقوات. تعتقد بأنها ستتخلى عن الموقع سريعا سيادة اللواء؟
تخلت آخر الأخبار قبل نص ساعة أنا اتصلت والموقع تم تحريره، وأنا لا أعتقد أن هنالك قوات للدعم السريع متواجدة في تلك المنطقة، والأمر كله يتعلق بقوات عبد العزيز الحلو التي قامت منذ حرب الخرطوم بحوالي 5 غزوات مختلفة لكنها لم تتشبث بالأرض. نعم، ربما يشرح السيد سباوي هذا المشهد أكثر. هناك قوات دعم سريع، هناك الجيش، وهناك القوات المتقاتلة مع الجيش منذ أكثر من شهر، منذ شهر 6، قوات عبد العزيز الحلو. حينما يسيطر طرف معين، إن كانت قوات عبد العزيز الحلو، على هذا المعسكر، هل هذا يفيد قوات الدعم السريع؟ أنا في تقديري يعني أنه الصراع الذي يدور الآن في منطقة جنوب كردفان غير معني به الدعم السريع كثيرا، لأن الدعم السريع لديه معاركه في الخرطوم ولا يمكن في دارفور أن يبحث عن امتدادات لصراعات جديدة، لا في الخرطوم وفي دارفور نفسها يعني. نعم، ولكن يعني انه الجانب اللي بيتعلق بجنوب كردفان افتكر يعني انه هو ما طرف فيه، وهو طرف بين الجيش السوداني وما بين قوات عبد العزيز الحلو. نعم، واعتقد يعني انه حتى التفسير او التبرير اللي هو ذكره البيان بتاع الدعم السريع هو نعم. عمليه استباقيه لعدم امتداد الحرب لولايه شمال كردفان، وتصبح القضيه اكبر واكثر تعقيدا. ألن يتدخل أو تتدخل قوات الدعم السريع بطريقة ما على الأقل لدعم القوات التي تقاتل الجيش؟ ربما ليس لإبعاد الجيش عن المنطقة، على الأقل لإنهاك الجيش. السيد سيباوي، أنا في تقديري يعني إنه أساساً في صراع كبير جداً ما بين الدعم السريع وما بين قوات عبد العزيز الحلو يعني لسنوات ماضية، وحتى يعني إنه في اتفاقية بتاع السلام جوبا يعني حتى عبد العزيز الحلو لم يوقع على اتفاقية سلام جوبا، بينما وقع الطرف الآخر مالك عقار وعرمان، فهنالك الكثير من الحاجات اللي ما اتفق عليها يعني، حتى بشكل الصراع اللي كان داير باعتبار إنه الدعم السريع كانت تقاتل في جنوب كردفان كانت تقاتل الحركة الشعبية، فكثير من السارات كثير من الإشكالات الأساسية يعني إنها بتمنع إنه مثلا حتى نقول إنه هم حلفاء أو محاولة لإجهاد الجيش عن طريق الدعم السريع. نعم، سيادة اللواء، فيما الحرب تتمدد وتطول الآن في السودان في مناطق كثيرة ليست في العاصمة الخرطوم فقط، وإنما الآن نتحدث عن كردفان وقبلها عن دارفور، يتحدث الأوروبيون أو مصدر أوروبي للحدث عن أن الأوروبيين يفكرون جديا بعقوبة جديدة قد تفرض على كل الأطراف السودانية المشتركة في هذه الحرب المعرقلة لحلول سياسية لما يجري. هل التلويح بعقوبات هو الحل الأنسب للتعامل مع الأزمة السودانية؟ أبداً، أنا لا أعتقد أن العقوبات تؤثر في السودان، وإذا كانت تؤثر في السودان فإن العقوبات عمرها أكثر من 30 عاماً على السودان والحال كما هو. أنا أعتقد أن الأخبار التي أتت في اليومين الآخرين أن هنالك رغبة من قوات الدعم السريع للوصول لاتفاق ما في جدة، أنا أعتقد أن محور جدة الآن على الأقل الطرفين القوات المسلحة والشعب والدعم السريع يتحدثون عن خروج آمن من المنازل وخروج آمن من المستشفيات، فعلى الأقل الآن لدينا هدف واحد من كل الأقطاب. هنالك شروط معينة من الدعم السريع يرفضها الجيش والشعب، لذلك أنا أعتقد أن نهاية الحرب سوف تكون في جدة بعد ما أقر الدعم السريع أنه يريد خروج آمن لقواته من المنازل ومن المستشفيات. هذا تطور مهم جدا في 48 ساعة السابقة، ووصلتنا أنباء أن حتى القائد الثاني قوات الدعم السريع قد خرج من الخرطوم خصيصا للوصول إلى تسوية ماء في هذه الحرب التي دمرت الدعم السريع عن بكرة أبيه، والخارجية السودانية سياسيا وعسكريا و
نعم سيادة اللواء داني، فقط أشير هذا الخبر العاجل من الخارجية السودانية، تقول إن سارت مفاوضات جدة بشكل جيد، نتوقع إعلان هدنة خلال الأيام المقبلة. إذا سيادة اللواء، فيما نتحدث الآن عن مؤشرات تراها إيجابية على مفاوضات جدية وعلى هدنة وربما على وقف إطلاق النار، الخارجية السودانية كذلك لديها أمال كبيرة من مفاوضات جدة، وتقول ربما ستعلن هدنة جديدة خلال الأيام المقبلة. أنتقل للسيد سيباوي، حينما يتحدث أو تتحدث قوات الدعم السريع مثلما أشار سيادة اللواء عن خروج آمل لقواتها، ما المعلومات المتوفرة حول شكل هذا الخروج الآمل؟ من يضمن هذا الخروج الآمل؟ هل هناك أطراف ثالثة قد تكون متواجدة لضمان خروج تصف قوات الدعم السريع بالآمن؟ نحن يعني عندما تتحدث عن هذه النقاط، هذه النقاط هي مرتبطة بطاولة بتاعة حوار، طاولة تفاوضية، فمن الصعب أنك تستبق أو تضع سيناريو لموضوع هو أساسا يتم نقاشه ويتم نضع فرضيات على الأقل. فوضى المباشر، أعلم السيد سيباوي بأنك كاتب صحفي وقريب من المشهد حتى وإن كنت في القاهرة، نضع فرضيات معك بناء على مؤشرات ومعلومات تتوفر لديك. حينما نتحدث عن الخروج الآمن، ما الذي تتوقع شكل هذا الخروج؟ لا، هو طبعا الشكل الطبيعي يعني أنه في النهاية لابد أن يتوقف القصف الطيران، لابد أن تتوقف قصف المدفعية الثقيلة، لابد أن يتجنب إراقة دماء المواطنين الأبرياء، فكثير من الأشياء أو توصيل المساعدات الإنسانية، فكل هذه الأشياء هي في النهاية بتكون على طاولة النقاش. نعم. فنحن لسنا يعني في غرفة المتفاوضين حتى نحدد أنه شكل مسار التفاوض كيف يكون، ولكن نحن ندعم أي سبل تقود إلى وقف هذه الحرب. وأنا أتحدث يعني أختلف مع سيادة اللواء بأن ضرورة الضغوط القوية جدا على المتفاوضين الاثنين، وأفتكر أنه حتى الموقف الأمريكي المتشدد من القوة التي ترفض أو تعرقل عملية المسار التفاوضي أو تعرقل عملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، يعني سوف تجد عقوبات كبيرة جدا. وأعتقد أنه حتى هذه التلويح هو كان بعض التليين لموقف الجيش، يعني أنه كان متعنت وكان يقف وراء نعم للحرب، ولكن أعتقد أنه هذه التهديدات المباشرة يعني جعلت أنه هذا البرنامج التفاوضي يبدأ في الأيام القادمة كما ذكرت قبل شوية وزارة الخارجية السودانية. شكرا جزيلا لكما، ونتابع بالتأكيد التطورات السودانية المتلاحقة والكثيرة. من القاهرة كنت معنا السيد سيباوي يوسف الكاتب الصحفي السوداني، ومن القاهرة اللواء أبا بكر إبراهيم أحمد الخبير العسكري واللواء السابق في القوات الجوية السودانية. شكرا. سودانيا أيضا، قالت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، وأشارت المنظمة إلى أن 2,600,000 شخص نزحوا داخليا، فيما لجأ أكثر من 730,000 سوداني إلى البلدان المجاورة. وكشفت المنظمة أن ما يقرب من 200,000 سوداني نزحوا خلال الأسبوع الماضي وحده بسبب القتال الدائر في السودان. غاب الأمن تماما عن دارفور بعد اندلاع النزاع بين الجيش والدعم السريع، اشتباكات لا تهدأ وجرائم متواصلة تهز الإقليم، واقع دفع هؤلاء المتطوعين من الشباب لتأمين حركة سير المسافرين بين المدن والأرياف، هدفهم المحافظة على السيارات والممتلكات وتسهيل احتياجات المواطنين. قلنا نعمل الطريق إذا الشارع دي كذلك عندنا الأهل عندنا أخوان عندنا أخوات ويماشين بالطريق ده وكده، قلنا نعمل البلد والله وني لحد الضغط، يعني حتى الناس اللي بيسهبوا للولايات الثانيه لانه الطريق ما امن وكده، يعني حاولنا انه نعمل الموضوع ده عشان نامن لهم الطريق يصلوا بسلام يصلوا لاهلهم ويعم السلام. عمليه مراقبه الحركه وتامينها شعبيا ينظر اليها اصحاب وكالات السفر والمركبات الخاصه بانها خطوه ساهمت في تحسين التنقل بين ولايات دارفور مع انتشار التفلت، خطوه وجدت استحسان كثيرين. التأمين ده ساعد في الحركة تماما وأمن المواطن، المواطن بيجي عنده إقناع لأنه خلاص بيجي يطمئن. مواطن قبالة سابقا بيسألنا نحن ككومسنجية يا جماعة الشارع ده كيف؟ الشارع ده هو الشارع فعليا كان سابقا فوقه نيرة بتاعت أكل وبتاعت وين وبتاعت ناس قطعين طرق، هسه الحمد لله قطعين طرق بيجوا ما في، الناد الأمن والشارع أمانا شامل كامل.
رغم العمل الطوعي داخل المدن، لكن تنتشر كذلك بعض نقاط التأمين في الطرق الرئيسية مثل الذي يربط بين مدينتي زالنجي بوسط دارفور ونيالا بجنوب دارفور، وهنا يأخذ هؤلاء المتطوعون مبالغ زهيدة جراء التأمين الذي يقومون به. البوابات دي هي لو ما أصلحت ما بتضر، هي في فائدة المواطن وفي فائدة الإنسان العابر، فما عندنا مشكلة مع الكلام ده، لكن إذا إنه في التأمين ممكن يتبع العربات أنا إحنا والله من وراء، لأنه الأمن ده يا جماعة كل شيء. إفرازات القتال بين الجيش والدعم السريع بدارفور كثيرة ومتعددة، فالصراع الذي يجري الآن أثر على كافة مناحي الحياة. مع زيادة حركة الناجين من القتال بدارفور تتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان يوما بعد آخر. صالح أبو علامة، لقناتي العربية والحدث، إقليم دارفور، غربي السودان. نناقش كذلك هذا الوضع الإنساني السوداني، ولكن مع شهد عيان من نيروبي. ينضم إلينا محمد عبد الشكور، أحد الناجين من حرب دارفور. سيد محمد، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. سيد محمد، أنت من دارفور، عايشت حرب 2003 في المنطقة في دارفور، وفقدت أفرادا من عائلتك وهربت حينها من منطقتك ونزحت. اليوم كذلك عشت جزء من الحرب السودانية وأجبرت على الهروب إلى كينيا. ما المختلف في الحربين؟ المختلف في هذه الحربين إنه الحرب الأولى حصلت وإحنا كنا صغار، يعني في أعمار 13 أو 12 وقتها 2003-2004، فاضطرينا نذهب أو يعني ننزح من القرى بتاعتنا ونمشي إلى المدن الكبيرة في دارفور. وقتها كان الحرب سيء، لكن الآن الحرب أسوأ. يعني نحن دغنا الأمرين في هذه الحروب، يعني الحرب الأولى نزوح من مناطق إلى مناطق، والحرب الثانية كمان نزوح من الخرطوم إلى خارج أو لجوء إلى دول ثانية. الفريق إنه الحرب القديمة كانت يعني فيها يعني جوانب كثيرة أسوأ من الحل الآن، يعني فيها تطهير وفيها ضرب بالطيران وفيها حاجات يعني سيئة جدا، انتهاكات في حقوق الإنسان، لكن الآن في نفس الممارسات موجودة، بس بقد إنه المواطن الآن هو يعني يعاني من هذه المشكلة ويعاني من إنه الحرب بين الدعم السريع وبين الجيش هي خسارة كبيرة للناس، خسارة كبيرة للمواطن السوداني وخسارة كبيرة. أنا لما كنت صغير وقابلت الحرب في دارفور قلنا نمشي بلد ثاني، اضطريت أمشي إلى النيل الأبيض عشان أواصل الدراسة في عمر مبكر جدا، ومنها إلى الخرطوم. بدينا حياة جديدة في الخرطوم، ثاني ظهرت الحرب الجديدة. الحرب القديمة كان بين الحكومة والمعارضين، الآن الحرب فيها جوانب كثيرة، حصل فيها شغل بتاع يعني عنصرية وشغل بتاع قبلية وتمليش، وحصل فيها حاجات مختلفة. يعني الآن في محاور كثيرة جدا. الحرب اللي فاتت كانت حرب تعتبر حرب داخلية، لكن الآن نعم. ولكن سيد محمد، كيف بعض مشاهداتك، بعض ما رأيته في هذه الحرب الأخيرة، أعمال العنف، النهب، السرقة، وبالتأكيد التعرض للسودانيين؟ الحرب الأخيرة لما ظهرت في الخرطوم في أبريل 15 يعني بدأت بضرب على المواطنين، بدأت بضرب على المنازل، بدأت بضرب يعني على الناس الأبرياء. وفي الحرب الأخيرة بتاعت الخرطوم أنا يعني واحد من أفراد عائلتي انضرب فيها وهو يعني في الخرطوم. لذلك الحرب الأخيرة يعني شاهدنا فيها تشريد للأسر في طريقنا من الخرطوم إلى مدني القطارف وإلى أثيوبيا، منها إلى نيروبي. ملايين من الأسر هي ضاعت منازلها، ضاعت أشغالها، أعمالها. أنا فقدت الشغل، يعني العمل بتاعي فقدته، وأنا ما جزء في الحرب وما عارف لماذا هذا يعني يحصل. وهنالك أسر كثيرة جدا في الطريق، ونحن يعني بنشاهد مناظر سيئة جدا
ونشاهد قصص حزينة شديد للأسر ما عندها أي ذنب في هذه الحرب وضاعت حياتها من غير مقابل، من غير أي مشاركة في أي حاجة. وحتى الآن لحد تاريخ اللحظة الإنسان يعاني من الحرب دي، سواء كان في دارفور أو في الخرطوم أو في الولايات الأخرى. هل طريق الهروب أسهل هذه المرة؟ أنت اليوم في كينيا، طريق الهروب هو ما أسهل، بس لكن في جوانب مختلفة. الهروب سابق الناس فقط بتمشي بقرعين من مسافة إلى مسافة بعيدة جدا من القرية لمنطقة بعيدة، لكن الآن في اختلاف في سهولة إنك أنت ممكن تركب سيارة. يعني إحنا ركبنا عربات من الخرطوم لمدني للقطاريف، ومنها تاني ركبنا ببصات دخلنا على أثيوبيا. بس في فرق إنه لازم يكون الآن في طريقة بتاعت إجراءات معينة الزول بيأخذها على أساس إنه شو بالتحديد إذا كان هو هارب أو لاجئ معه أسرة. ما أبرز ما كان لافتاً وشاهدته في طريق أو في مسار هروبك؟ حالات إنسانية للأهالي ولعائلات اضطرت أو اضطرت أن تخرج من البلاد؟ يا عائلات طلعت فقط بملابسهم، يعني لا يوجد لديهم مؤن، لا يوجد لديهم أكل ولا شرب، ولا يوجد لديهم حتى في بعض من الناس ما استطاعوا أن يشيلوا معهم جوازات. يعني هنالك في ناس ما عندهم جوازات، ما عندهم مستندات على أساس أنهم يقدروا يستمروا في السفر. يعني إذا كان أنت دار مسافر لدولة خارج السودان ما بتقدر تمشي من غير مستندات، فلما يصلوا القطارف ويصلوا القلابات والحدود بين السودان وأثيوبيا أو أي دولة ثانية حيكونوا موجودين هناك، لأن ما حيقدروا بشكل تام. إحنا الشيء ساعدنا إنه عندنا جوازاتنا معانا ومستنداتنا موجودة فقط، وده كان واحد. الشيء الثاني في أسر ضائعة، بتلقى شخص هو فقد أسرته وما عارف ناسهم وين، ما عارف أهله وين، فكل ماشي مع الناس. أكثر من كده في عوائل، يعني في أطفال ما معهم أسرهم، في نساء ما معهم أهلهم، ما عارفين هم ماشيين وين وبيعملوا شيء، فقط هم عايزين يهربوا بأنفسهم وما زالوا الناس مقدسين الحدود. سيد محمد، الكثير من الروايات تتداول حول ما يجري في طرق الهروب هذه، بعضها ربما يكون في مبالغة وبعضها هو جزء قليل من الواقع المرير. يجري الحديث عن اغتصابات تطال نساء هربنا من هذه الحرب، ويجري الحديث كذلك حتى عن بيع بعضهن أو سوق للرق. هل سمعت فعلا عن هذه الأمور؟ هل شاهدت هكذا أمور تحدث؟ أنا ما شاهدت مثل هذه القصص، لكن سمعتها، ما بتأكد من صحتها. لكن وأثناء هروبنا أو أثناء خروجنا من الخرطوم ونحن ماشيين ما شاهدنا مثل هذه القصص، ولكن في قصص تانية إنه الناس هي بتعاني، في ناس ما عندها يعني مبالغ إنها تدفع تذاكر، في ناس ما عندها يعني وسيلة تسافر بها. دي الحاجات اللي إحنا شفناها، وكان أصلا الناس بتعاني من حاجات أكثر. لكن القصص دي بالتحديد أثناء خروجنا، إحنا خرجنا في 15 أو بعد أسبوعين بالتحديد أو 10 أيام، في الوقت ده ما كان القتال وما كان الحاجات وصلت ذروتها حتى الآن. سيد محمد، نتمنى لك السلامة ولكل السودانيين من هم في السودان الآن ومن هربوا بالتأكيد من نيروبي. كنت معنا محمد عبد الشكور أحد الناجين من حرب دارفور، شكرا. والأخبار ليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الثقافة الإسرائيلي يلمح لإمكانية تراجع الحكومة عن مسار إجراء التعديلات القضائية. ولذلك خلال تحديد المسؤولين عن وضع السلاح في يد تحديد النار على الطرفين.
من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر، هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. أهلا بكم من جديد. وسط موجة كبيرة من الانتقادات وموجة غضب ومعارضة شعبية، يجري البرلمان الإسرائيلي تصويتا نهائيا الأسبوع المقبل على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في معقولية قرارات الحكومة، ما سيحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية. تصاعدت الاحتجاجات التي انضم إليها بعض جنود الاحتياط في القوات الجوية وامتنعوا عن الحضور لأداء الخدمة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بأمن إسرائيل مع توتر الأوضاع على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية. ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دورا حاسما في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة. ويعتقد المنظمون للاحتجاجات أن المشاركة المتزايدة من جنود الاحتياط يمكن أن تغير قواعد اللعبة، لأن الجيش الإسرائيلي يعتمد على الاحتياط في بعض المهام القتالية ويتطلب منهم التدريب بانتظام. ووسط هذه الأجواء قدم وزير الثقافة المقرب من نتنياهو اعترافا نادرا بتأثير المظاهرات المستمرة منذ 6 أشهر، وقال إن الحكومة قد تعيد التفكير في مساعيها المثيرة للانقسام لإجراء تعديلات قضائية، إذ حدث تصعيد كبير في الاحتجاجات وانضم المزيد من جنود الاحتياط للاحتجاجات. ومن القدس ينضم إلينا المحلل السياسي شلومو غانور لمناقشة كل هذه التطورات. سيد شلومو، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج أخبار الليلة. إذن البرلمان سيجري نقاشا أو قراءة جديدة وتصويتا نهائيا الأحد والاثنين للتعديلات القضائية. القراءة السابقة كانت على أساسها مررت التعديلات بأغلبية مريحة، اليوم هناك تطورات ربما تؤثر فيما يجري في هذا التصويت النهائي، بينها تصعيد من جنود الاحتياط. هل تتوقع تمرير هذه التعديلات بعد هذا التطور الأخير المتعلق بالجنود؟ يجب وصف الوضع بأنه وضع قد يتغير من دقيقة لدقيقة حتى يوم الأحد القادم، وهو بدء المناقشة حول القراءة الثانية والثالثة الأخيرة. لذلك هناك مساعي حثيثة حتى الساعة الأخيرة قبل التصويت. ستار من السرية يحيط المساعي والاتصالات الجارية الآن بين جميع الأطراف لإيجاد صيغة حل مرضية للخروج من المحنة التي تواجهها إسرائيل ككل، سواء الائتلاف أو المعارضة، لاجتياز هذه المرحلة الخطيرة التي تهدد الكيان الإسرائيلي بمعنى الكلمة. بين المساعي وأخرها قبل دقائق إعلان بيني غانتس زعيم حزب المعسكر الرسمي، وهو الذي كان وزير دفاع في الحكومة السابقة، حيث دعا نتنياهو إلى الدخول فورا هذا المساء إلى مفاوضات حول الصيغة للقراءة الثانية والثالثة، نعم، والتعهد أمام رئيس الدولة لإيجاد مخرج من الأزمة. هل سيلبي نتنياهو هذه الدعوة؟ كيف سيتصرف؟ أعتقد بأن هذا سيكون في سياق الأسئلة والأجوبة التي ستوجهني.
داخليا حتى وزير الثقافة كان يتحدث عن تأثر بالتأكيد إسرائيل من هذه المسألة، وخارجيا بايدن يحث نتنياهو على عدم التسرع في هذه التعديلات. هذه المواقف الخارجية يمكن كذلك أن تؤثر في قرار الحكومة أو قرار البرلمان في هذه التعديلات؟ لا شك أن أمام نتنياهو معضلة رئيسية، من جهة الائتلاف الحكومي والحفاظ على الائتلاف اليميني المتشدد والوعود التي قطعها أمام الناخبي، ومن جهة ثانية الضغوطات والتلميحات والتهديدات بمعنى الكلمة الصادرة عن الإدارة الأمريكية بأنه في حال تمرير هذا القانون معناه إحداث مشكلة، فسخ التعاقد بين القيم المشتركة التي تجمع إسرائيل والولايات المتحدة من حيث الديمقراطية. آخر هذه التلميحات هي ما نشر اليوم على لسان وزير الرئيس الأمريكي في نيويورك تايمز، حيث أكد المعلق العسكري السياسي توم فريدمان بأن رئيس بايدن غير مرتاح لتصرفات الحكومة الإسرائيلية. زد على ذلك أن هناك تلميح أو تهديد صدر في الأسبوع الماضي أيضا من قبل توم فريدمان على لسان مصادر رفيعة في البيت الأبيض تقول بأن الولايات المتحدة ستعيد النظر في تقييم علاقاتها مع إسرائيل. كل هذا أمام نتنياهو. السؤال أمام نتنياهو، ماذا سيفضل، الشأن الداخلي أم الشأن الخارجي؟ وهناك مقولة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، سياسة إسرائيل الداخلية هي التي ستغلب سياسة إسرائيل الخارجية. هل هناك فرضية ثالثة ربما تجمع بين الداخلي والخارجي؟ ماذا إن لم تمرر التعديلات الأخيرة؟ في كل الأحوال مرر جزء منها في السابق، ما بقي يتعلق بالمعقولية وبالمحكمة العليا. في المقابل إن أوقفت التعديلات، هل سيستمر التحالف الحكومي؟ أعتقد أن هذا هو لب السؤال الوجيه الذي يواجه نتنياهو، كيف يحافظ من جهة على الائتلاف الحكومي وكيف يرضي أيضا المعارضة الشارع الإسرائيلي قوات الاحتياط والإدارة الأمريكية. كل هذه أعتقد بأن في خلال الأيام الثلاثة حتى يوم الأحد القادم عليه أن إيجاد الأسئلة. لا شك أن نتنياهو في وضع شخصي صعب جدا، ربما هو يواجه أكبر المشاكل والتساؤلات التي واجهها. هل يمكن أن يقدم تسويات ما تنازلات ما تتعلق بالمستوطنات مثلا في مقابل عدم الاستمرار بهذه التعديلات؟ لا يمكن إقحام المواضيع السياسية المختلفة بالموضوع الذي يتعلق بالإصلاح القضائي. أعتقد بأن لا يمكن ربط الموضوعين. اليوم نحن نتحدث عن موضوع الإصلاح القضائي، موضوع الديمقراطية الإسرائيلية، موضوع تصرفات الحكومة، موضوع ولكن على السلطات المختلفة وليس ولكن قد يقدم ولكن قد يقدم تنازلات ما أو يقدم ما هو مطلوب أو ما تطلبه هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة في مقابل أن يقنعهم بضرورة عدم الاستمرار بهذه التعديلات. أعتقد أن ما قدمه نتنياهو من حيث مشاريع الاستيطان حتى نهاية هذا العام هو، إذا أخذنا هذه النظرية، هو بقدر ما كافي لتلبية مطالب بهم وإيفائهم بالتعهدات التي قطعوها أمام جمهور ناخبيهم. أي هناك مشاريع استيطانية تم المصادقة عليها حتى نهاية هذا العام، ولا يمكن ولا أعتقد بأن هناك مشاريع إضافية أيضا ميزانيات كافية لتمويل مثل هذه المشاريع خلال السنة الحالية. لذلك أعتقد بأن هذا الموضوع إذا تناولناه بالذات هو كافي، وهو أحزاب المعارضة أحزاب الائتلاف اليمينية
سوف تكتفي بذلك، ولكن الموضوع هو ليس موضوع الاستيطان أو الموضوع العلاقات مع الفلسطينيين، بل موضوع العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية والعلاقات بينهما. هذا هو لب الصراع القائم الآن، والأحزاب الائتلاف تطالب بتغيير جذري في موضوع الإصلاح القضائي. أعتقد بأن نتنياهو أمام معضلة كبيرة مساء اليوم. شكرا جزيلا لك من القدس، كنت معنا المحلل السياسي شلومو غانور. والأخبار الليلة مستمرة فيها بعد الفاصل. ولي العهد السعودي يؤكد على ضرورة مواجهة كل ما يؤثر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد. نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيا الحوثية أساسا لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامدا رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا بكم من جديد. اختتمت أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى والتي عقدت للمرة الأولى اليوم في جدة، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول المشاركة وضمان استدامات التشاور والحوار وتطوير التعاون المشترك. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تأتي تجسيدا للروابط العريقة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الناتج المحلي للدول المشاركة وصل إلى 2.3 تريليون دولار. خلال كلمته بالقمة أكد ولي العهد السعودي ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وتأتي قمتنا اليوم امتداد لهذه الروابط لتأسيس انطلاقة واعدة تستند إلى ما نمتلكه من إرث تاريخي وإمكانيات وموارد بشرية ونمو اقتصادي، أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي لدولنا ما يقارب 2.3 تريليون دولار، ونتطلع إلى العمل معا لفتح آفاق جديدة للاستفادة من فرص المتاحة للتعاون المشترك في جميع المجالات. أصحاب الفخامة والسمو، إن التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم تستلزم بذل جميع الجهود لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا، وفي هذا الشأن نؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة كل ما يؤثر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائية العالمية. وإننا إذ نبارك اعتماد خطط العمل المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لمدة 2023-2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشعوب وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا، لنؤكد استمرارنا في بحث جميع السبل لندفع العلاقة بيننا نحو مزيد من التعاون الوثيق. وفي هذا الصدد نثمن إعلان دولكم دعم ترشيح مملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، الذي يعكس متانة العلاقة بين دولنا وتطلعنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا.
العلاقة بين السعودية ودول آسيا الوسطى الخمس تاريخياً تعود لحقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، إلا أنها شهدت حديثاً تطوراً سريعاً وديناميكياً ناجحاً في العلاقات الاقتصادية والتجارية. وعند استعراضها بالأرقام نجد حجم التبادل التجاري بين السعودية وأوزبكستان بلغ 119 مليون ريال حسب بيانات مايو الماضي. ومن منطلق تنفيذ برامج رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد السعودي جرى توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الطاقة بأكثر من 11 مليار ريال، تتضمن تنفيذ مشروع طاقة الرياح الأكبر من نوعه عالميا بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميجاوات. السعودية وكازاخستان وقعتا في يوليو من العام الماضي 13 مذكرة تفاهم في مجالات عدة، منها الطاقة والرياضة والسياحة والإعلام والغذاء والزراعة والاستثمار، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في مايو الماضي 81 مليون ريال. وفي يونيو الماضي وقعت مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين المملكة وكازاخستان تشمل تشجيع التعاون في مجالات الطاقة كالبترول والغاز ومشتقاتهما والكهرباء والطاقة المتجددة. السعودية وتركمانستان علاقات تمتد لثلاثين عاما ارتبط فيه البلدان باتفاقيات عدة أمنية ورياضية واستثمارية وسياسية. السعودية وطاجكستان ديسمبر من العام الماضي شهد توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك يعنى بالعلاقات التجارية بين البلدين. السعودية وكيرغستان ضخت المملكة في أبريل الماضي عبر قرض تنموي ميسر أكثر من 487 مليون ريال لتمويل مشروعين في قطاعي الإسكان والنقل في كيرغستان. اتفاقيات وروابط اقتصادية تأتي بإطار توسيع العلاقات بين السعودية ودول فاعلة في الاقتصاد العالمي وتركيزا على دور المملكة المحوري المؤثر عالميا. ومن الرياض ينضم إلينا لمناقشة هذا الملف المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. دكتور سالم أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. بين السعودية ودول آسيا الوسطى علاقات واتفاقات، ولكن ما حدث اليوم هو خطوة متقدمة، قمة أولى بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين دول آسيا الوسطى. الكلمات الختامية كانت فيها إشارات سياسية، ولكن كان هناك حيز كبير للشق أو المجال الاقتصادي. بداية لنفهم المرجو من التعاون مع دول مجلس أو مع دول آسيا الوسطى. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي الكريمة، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أنا شاكر لكم على حسن الاستضافة. يعني لعل القراءة الأولى اليوم أستاذة، يعني أولا يجب أن نقول أن المملكة ودول الخليج منذ أن استقلت هذه الدول عن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، يعني المملكة كانت من أوائل الدول التي يعني أقامت أو طبعت العلاقات بفتح سفارات لها في هذه الدول. لكن في فترة معينة في الحقيقة كانت العلاقات يعني تأثرت بنمو تلك الدول، كانت لا تزال في طور النمو وكان لديها مشاكل في التخلص من الإرث أو في الحقبة أو يعني الموضوع التاريخي السوفيتي. الآن هذه الدول هي يعني متغيرة في الحقيقة، وهناك قيادات شابة وهناك أيضا قيادات جديدة إلى حد ما، وهناك أفكار أيضا متغيرة. أيضا في الجانب الخليجي يجب أن يعني لا ننسى أننا اليوم أمام مشهد جديد، لدينا اليوم جسم سياسي اقتصادي بشري أيضا في هذه المنطقة اسمه دول مجلس التعاون الخليجي. ودول مجلس التعاون الخليجي كما يظهر هي تحاول تقديم نفسها ككتلة واحدة، فاليوم هناك التقاء في الحقيقة، وهذا شيء مهم جدا في بناء العلاقات الدولية وفي بناء الشراكات الاستراتيجية
وفي مواجهة التحديات. أستاذة يجب أن نعرف أن العالم لا يخلو من التحديات، يجب أن نعرف أن هناك اليوم تحديات على مستوى الطاقة، على مستوى الغذاء، على مستوى الاستقطاب الدولي. كل هذه الأمور في الحقيقة يعني تجعل من الضروري أن يكون هناك تشاركية، أن يكون هناك تفاهمات، ربما هذه التفاهمات أبعد من العلاقات التقليدية. أنا أعتقد أن هذه القمة هي ستفتح آفاق جديدة للعلاقات بين دول المجلس وبين دول وسط آسيا. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، هناك مشتركات في الحقيقة بين دول المنطقة وبين هذه الكتلة. كان هناك التاريخ الذي لا ينكرونه بل يعتزون به في دول آسيا، ثم هناك أيضا التشابه في مصادر الطاقة. ويعني هذه الكتلة أو هذه الدول هي كتلة وازنة، ربما يكون لها تأثير يوم من الأيام في سوق الطاقة، وهذا ربما يكون هناك تناص كما يقولون أو تناغم بين المشهد الخليجي على المستوى الاقتصادي. اليوم نحن أمام الرسالة، أمام التعزيز السياسي الذي يبنى عليه آثارا اقتصادية وربما عليه مجموعة من الفوائد في مجموعة من العلاقات، مجموعة من الاتفاقيات، مجموعة من التشاركيات في كثير من مناحي التعاون. دكتور سالم، أشرت إلى شق تاريخي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتشكل هذه الدول. كان هناك حالة من الفراغ، ولكن حالة الفراغ ربما تعززت أكثر مع الحرب الروسية الأوكرانية، حالة انكفاء أو انكفاء روسية على نفسها واهتمامها أكثر بحربها هذه. هل هو الوقت الأنسب الآن للحديث عن تعزيز علاقات سعودية مع دول آسيا الوسطى أو خليجية مع دول آسيا الوسطى؟ يعني دعيني أخبرك عن وجهة نظري على الأقل الشخصية، وأنا أعرف هذه الدول وعشت فيها سنوات. هذه الدول يعني خاصة فيما يتعلق اليوم بالحرب الأوكرانية هي في منطقة حرجة، لأن يعني أوكرانيا في الحقبة السوفيتية كانت أحد دعينا نقول الرئات المهمة للاتحاد السوفيتي الكبير، والتي كانت هذه الجمهوريات ضمن الجمهوريات 15 التي تكون كل الاتحاد السوفيتي. اليوم هذه الجمهوريات تقف موقف قريب من الحياد، ربما وقد يميل بشكل أو بآخر إلى روسيا. لا يعني الصورة غير واضحة، لكن لماذا العلاقات مع هذه الكتلة في هذه المرحلة؟ أنا أعتقد جزء من عمل مجلس التعاون في الفترة في السنتين الأخيرة أصبح واضح هناك أن مجلس التعاون يحاول تقديم نفسه للعالم على أنه هذه الكتلة، ولعل يعني ربما صاحب هذه يعني هذا التنظيم أو هذا اللقاء أو هذه القمة صاحبها لقاء تشاوري رقم 18 لدول مجلس التعاون. اللقاء التشاوري هذا مهم بين دول مجلس التعاون، وهناك تركيز على تثبيت الآليات التي يعني تجعل هناك تذليل سريع وعلى مستوى القيادات بين دول المجلس لمصلحة نمو المجلس، لمصلحة تقديم المجلس كغطاء وكمظلة للعمل السياسي الخليجي. إذن نحن أمام كتلتين مهمتين، أنا أعتقد يعني هي مهمة هذين الكتلتين. دول مجلس التعاون في تقديري لا تكتفي بهذا العمل يعني الذي يشكل كتلة ولكنه ثنائي في جوهره العام، لكن لديها أيضا كتل أخرى مع مجاميع بشرية وثقافية ومع وحدات سياسية. هناك اتفاقات وجسور يعني لها كثير من العمق اليوم بين مجلس التعاون أو دول مجلس التعاون وبين الصين، بين روسيا، بين دول في أمريكا الجنوبية، بين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك لقاءات دورية يعني تجتمع فيها القيادات الأمريكية السياسية والعسكرية وربما الأمنية مع أطياف من أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون. إذن أنا أعتقد أستاذة أن العمل هو عمل منظومات، عمل منظومات أكثر من هو من عمل فردي. نعم، ربما كانت الإشارة أكثر اقتصادية والمساحة أكبر اقتصادية، ولكن كانت هناك بعض الإشارات التي أرسلت في الكلمات الختامية سياسية أمنية حينما يتحدث رئيس طاجكستان ويقول من الضروري والتعاون أو الهام جدا التعاون الأمني مع دول الخليج أو دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك يجري الحديث عن احترام القرارات أو الوضع الداخلي وعدم التدخل فيها. في هذه الحالة هل هناك بالفعل مساحة
يجري الحديث فيها أو سيخطط التعاون فيها سياسيا وأمنيا فعلا؟ يعني من وجهة نظري وكما أعرف العلاقات السياسية بين هذه الدول، أنا أعتقد أنها في المحصلة هي التي تؤطر لما بعدها من العلاقات، بمعنى أنه كلما كان لدينا علاقات سياسية موثوقة وعلاقات سياسية يسودها حالة من التناغم بين دول وسط آسيا وبين دول مجلس التعاون وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، كان هناك تتبع لي أو يعني نجاحات على المستويات الأخرى الاقتصادية والأمنية. الحديث عن موضوع الأمن أنا في تقديري أنه محق، لأن العالم لا يزال يعاني من أخطار على أقلها الإرهاب، ولعل أقلها يعني ربما ما يشهده العالم من حروب واستقطابات. هذه جزئية. الجزئية الأخرى هي الجزئية الاقتصادية. الجزئية الاقتصادية هي تعطينا مؤشر، تعطينا الصورة، تعطينا ملمح على أن هناك تفاهما وتناغما سياسيا أنتج هذا المحصلة الاقتصادية الإيجابية. شكرا جزيلا لك من الرياض، كنت معنا المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية دكتور سالم اليامي. ونلقاكم على رأس الساعة الثانية من الأخبار الليلة. السلام عليكم. صوت جديد من زمن جديد. ونحاول نتكلم كده صاحبي مش عارف ايه برا برا. مشهد لم يكن مألوفا وسط الشارع المصري. كان في صدمه كبيره في السوق المصري ان هو ايه ده، ايه نوع المزيكا دي، ازاي بيقولوا كلام عادي كده. خمسجات الشم عادي حلوان والنوبه وكاشات. كنا في وش المدفع، كل الانتقادات كانت علينا، سواء كنوع مزيكا سواء ككلام. كل تغير في المزيكا بيحصل لها بعض المشاكل، وناس بتأيده وناس بتعارض. الراب المصري من أين بدأ وإلى أين وصل؟ مهمة خاصة السبت 9:30 على شاشة العربية. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. أطلق الجيش الروسي هجوماً على مصنع أزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا، والقصف كذلك كان متواصل. روسيا مقررة بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب و اتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذا الحرب ليس من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يستد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ وقعت القذيفة الآن
والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرفوننا بالهروب، حيث أن العربية والحكومة أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. تبعات إقرار الموازنة المالية العراقية. هل يعقل أنه في بلد مثل العراق نسبة الفقر أكثر من 50% من السكان؟ هذه الميليشيات لا تخرج عن إطار هذه القوى المتنفذة بالعراق. هل هذا يعني استمرار أزمة أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة؟ الأقليم يجب التعامل معه ككيان موحد مستقل. هناك أخطاء كثيرة في هذا الدستور. ما هي المهام المناطة لقوات الجيش بالنسبة للحدود؟ هل يمكن لهذه الميليشيات أن تخرق سرايا السلام وتخرق التيار الصدري؟ بؤرة للدواعش في هذا المخيم ونقطة قلق بالنسبة للعراق. جماعة كتائب حزب الله باتوا الآن خارج هذا الإطار. ما الذي تعنيه هذه الخطوة أن يكون هناك ميليشيات جديدة؟ الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد أطراف الصراع في السودان. القتال يزحف باتجاه كردفان وحالة نزوح غير مسبوقة. انضمام قوات الاحتياط الإسرائيلية للتظاهرات يربك حكومة نتنياهو، لكن ستحسم صلاحيات المحكمة العليا الأسبوع المقبل. مسيرات إيران في أوكرانيا تمهد الطريق أمام عقوبات أوروبية جديدة، والخناق يشتد على الصواريخ الباليستية. بعد محاولة عزلها في شبه جزيرة القرم، روسيا تعتبر السفن المبحرة في البحر الأسود نحو أوكرانيا أهدافاً عسكرية. السلام عليكم. عقوبات جديدة مرتقبة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي غدا على إيران خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل. مصادر أوروبية قالت للحدث إن الاتحاد سيصدر حزمة عقوبات إضافية على طهران ردا على استمرارها في تزويد روسيا بالعتاد العسكري وخاصة المسيرات. هذا واستبعد دبلوماسي أوروبي أن تكون العقوبات امتدادا لقرار مجلس الأمن 2231. وفي مسار موازن قال مسؤول أوروبي إنه لا يتوقع أن تكون هناك صعوبات في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها في أكتوبر المقبل. وفي تطور اللافت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان إن وزير خارجية سلطنة عمان بدل بوسعيدي طرح بعض المبادرات خلال زيارته الأخيرة إلى طهران بشأن عودة جميع الأطراف إلى العمل بالاتفاق النووي بين الغرب وإيران. وللمزيد من التفاصيل والمعلومات ينضم إلينا من بروكسل مراسل حدث نور الدين فريدي. نور الدين أهلا بك. نور الدين، ما سيناقش أهلا بك، ما نعرفه أن ما سيناقش هو شقين: عقوبات جديدة ستفرض على الإيرانيين على خلفية الصواريخ الإيرانية التي ترسل إلى روسيا وتستخدم في هذه الحرب الأوكرانية الروسية. الشق الآخر هو العقوبات السابقة التي كانت متعلقة كذلك بصواريخ باليستية وبالاتفاق النووي، والتي ربما هذه العقوبات تمدد أو قد لا تمدد. ما الأجواء الآن في بروكسل حول العقوبات هذه؟ أهلاً سارة. فعلا يوم غد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصادقون على حزمة إضافية من العقوبات ضد إيران على خلفية تزويد إيران روسيا بالمسيرات،
والتقارير يعني الرسمية التي اطلع عليها الأوروبيون من خلال الأدلة التي جمعتها أوكرانيا أو جمعها الخبراء الآخرون أيضا في الميدان، أن إيران زودت أوكرانيا بما لا يقل عن 200 مسيرة، وأنها ربما صدرت تكنولوجيا متكاملة إلى روسيا كي تصنع روسيا هذه المسيرات الإيرانية التي حسب المصادر الرسمية تستخدم في استهداف السلطات المدنيين والبنى التحتية المدنية. الاتحاد الأوروبي يعتبر أن هذا الأمر هو انتهاك للقرار الدولي 22-31. لماذا؟ لأن تكنولوجيا المسيرات هي تكنولوجيا دقيقة، وأن القرار 22-31 عندما صادق عليه مجلس الأمن في خريف العام 2015 هذا القرار في بعض بنوده يحظر على إيران وعلى الدول الأخرى تجارة هذه المنتجات الحساسة التي تستخدم في تطوير التكنولوجيا الباليستية. إيران هذا فيما يتعلق بالجانب الإيراني الروسي، ولكن هذه ليست المرة الأولى. الاتحاد الأوروبي يعتبر فعلا أن تصدير إيران للمسيرات إلى روسيا هو تهديد مباشر للأمن الأوروبي، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الحرب الجارية هي حرب وجودية بالنسبة لعدد كبير من الدول الأوروبية. هذا بالنسبة للمسيرات. بالنسبة لما يتعلق بالجانب الباليستي والعقوبات، فإن الاتحاد الأوروبي كاتحاد لا يزال يلازم الصمت. لماذا؟ لأنه يتولى رسميا عملية التنسيق بين أطراف الاتفاق النووي أو أطراف مفاوضات الاتفاق النووي، ولا تزال هناك بعض الآمال والفرص ربما لإنجاز هذا الاتفاق بدليل هذه الوساطات التي تقوم بها سلطنة عمان بين الولايات المتحدة وإيران. لكن فيما يتعلق بالبند الخاص بالتكنولوجيا الباليستية، نعم الأوروبيون وخاصة الدول الأوروبية الثلاث أكدت في مطلع هذا الشهر من أن هذه العقوبات ستظل قائمة، باعتبار أن إيران تنتهك بشكل صارخ القرار الدولي 22-31 بدليل تصديرها هذه التكنولوجيا الباليستية مثلا إلى الحوثيين أو إلى روسيا، وأيضا أن إيران تطور لم توقف برنامج تطويرها برنامج باليستي وهو محظور بالنسبة لي استنادا إلى القرار الدولي. هذا يعني نردين أن العقوبات السابقة ستمدد، هي كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر، ستمدد ولكن على خلفية العلاقة مع روسيا وليس النووي. هذا وارد جدا، ولكن هناك هامش سارة من الوقت من هنا يعني من شهر يوليو من شهر 8 حتى شهر أكتوبر أمام المجموعة الدولية والأطراف المعنية اجتماعات الجمعية العامة المتحدة تجري على هامشها مباحثات واتصالات كبيرة بين الدول المعنية. هناك هامش متوفر تقوم به يعتقد الاتحاد الأوروبي بأنه قريب من الاتفاق، ولكن في هذه المرحلة ربما وضع الاتفاق النووي يوصف بأنه لا أزمة، بأن إيران تقريبا أبقت على تخصيب في مستوى 60%. لا أزمة ولا حل، لا حل أيضا لأن الولايات المتحدة قدمت بعض التنازلات من جانبها، تنازلات مالية لإيران في مقابل أن إيران أبقت برنامج التخصيب في مستوى عال، ولكن في الأسابيع الأخيرة أوقفت ما يمكن وصفه بالاستفزازات للمجموعة الدولية. لذلك لا أزمة جديدة ولا حل أيضا بالنسبة للاتفاق النووي هذه الأيام. تفضل. جديد كذلك. هذا في الملف الإيراني. في سؤالي الأخير واختصار من فضلك نور الدين، تركيا كذلك ستناقش العلاقة معها أوروبيا، ما المطروح أوروبيا للأتراك؟ في الفترة الأخيرة سارة حدثت اتصالات بين شخصيات أوروبية ومسؤولين في تركيا. يبدو أن أنقرة أصبحت الآن ترغب في استئناف مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي. تركيا توصلت إلى حل وسط مع السويد، ويبدو أن السويد وعدت الرئيس أردوغان بأنها ستدعم تركيا في مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي. لكن مصدر دبلوماسي مطلع جدا صباح اليوم قال إن تركيا في هذه المرحلة ابتعدت يعني كثيرا عن الاتحاد الأوروبي من حيث حقوق الإنسان أو مبادئ دولة القانون، خاصة أن تركيا لا تلتزم بمنظومة العقوبات الأوروبية ضد روسيا، وبالتالي وكذلك لم تقدم أي مبادرة حسب المصدر الدبلوماسي الذي تحدث الحدث صباح اليوم، أن تركيا لم تقدم أي مبادرة
في اتجاه اليونان أو قبرص، وبالتالي في هذه المرحلة نعم المباحثات وصفت بأنها يوم غد ستكون مباحثات استراتيجية بالنسبة لمستقبل العلاقات مع تركيا، لكنها لن تكون الجولة الأخيرة. والتصور هو أن الوزراء لن يوافقوا غدا على استئناف هذه المباحثات العضوية، خاصة وأن البرلمان الأوروبي في أغلبيته قال قبل يومين أنه يجب وقف هذه المفاوضات، مفاوضات العضوية بصفة نهائية، والبحث عن بديل لهذه المفاوضات، وهي التفاوض مع تركيا عن شراكة مميزة مع تركيا كدولة والتخلي نهائيا عن مسار عضوية تركيا أو مستقبل عضويتها في الاتحاد الأوروبي الذي يعارضه طبعا قطاع واسع جدا من الرأي العام. تفضلي. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من بروكسل مراسل الحدث نور الدين فريدي، شكرا. ومن باريس تنضم إلينا الكاتبة الصحفية شيرين ناصر. السيدة شيرين أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلى. إذا استمعت معنا لما أفاد به مراسلنا نور الدين فريدي من بروكسل حول الأجواء في بروكسل يوم قبل ساعات فقط أو يوم واحد من هذا النقاش الأوروبي المتعلق بعقوبات جديدة قد تفرض على الإيرانيين. الأجواء ربما تشيب فعلا بهذه العقوبات على خلفية العلاقة مع روسيا أو الصواريخ الإيرانية التي تصل إلى الروس وتستخدم في الحرب الروسية الأوكرانية. بداية، هل تعتقدين فعلا بأن الأوروبيين سيتخذون أو سيفرضون عقوبات قاسية على الإيرانيين بصرف النظر عن أي انعكاس على مستقبل التفاوض النووي؟ بداية مساء الخير. لا أدري إن كان يمكننا أن نصف هذه العقوبات بالقاسية، ولكن نبقى بانتظار يوم الغد كيف ستكون هذه المناقشات، لاسيما وأن هذا التمديد يحتاج إلى تصويت أعضاء الاتحاد الأوروبي، 27 دولة تحتاج إلى التصويت على هذه العقوبات. ولكن فيما يتعلق بتأثيرها على موضوع الاتفاق النووي، يمكن أن يكون لها تأثير، ولكن أرى بأن التأثير قد يكون تأثيرا محدودا. الموضوع العقوبات، لا تزال إيران حتى الساعة تتعرض للكثير من العقوبات الغربية والأمريكية، ولكن الملف النووي الإيراني يسير باتجاه التفاوض. وأيضا فيما يتعلق بالجانب الأوروبي، كان لقاءات لأنريكي مورا مع رئيس المفاوضين الإيرانيين في الدوحة، أبلغه بموضوع تمديد العقوبات على الصواريخ الباليستية. أيضا كان هناك اجتماع بين تركيا الأوروبية، الفرنسيون والبريطانيون وأيضا الألمان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التقوا أيضا مع الإيرانيين وكانوا في صورة هذه يمكن أن تكون هذه لها تأثير، ولكن ليس بالتأثير الكبير. نحتاج إلى بعض الوقت، الإيرانيون في الصورة ولكن المفاوضات مستمرة، نحتاج إلى بعض الوقت لنرى خلال المرحلة المقبلة إن كان هذا التهديد أو اعتماد على العقوبات يمكن أن يحقق هدف الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي اليوم يريد فرض العقوبات أو التهديد بالعقوبات على إيران لجرها إلى مزيد من التنازل فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، هذا واحد. اثنان، هناك أيضا موضوع روسيا، واليوم عنوان العقوبات على الصواريخ الباليستية عدم أعطاء المزيد من المسيرات لروسيا، الاستهداف أوكرانيا، أيضا الصواريخ البعيدة المدى، وأيضا هناك موضوع عدم الاستفادة من ذلك. لذلك يمكن أن يكون الإطار محدود لحثها على مزيد من التنازلات إن كان في الملف النووي الإيراني، هذا واحد، وإن كان أيضا من خلال أوكرانيا. ويمكن الإشارة أيضا إلى أن ملف أوكرانيا يمكن أن يستخدم أيضا كأداة من قبل الغرب ومن قبل إيران الحليفة لروسيا في الملف النووي الإيراني. ربما هذا ما يؤمل أوروبيا، على الأقل مسؤول أوروبي من جهة يتحدث عن تمديد عقوبات التي ستنتهي في أكتوبر، عن عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا والصواريخ التي تستغل في الحرب الروسية الأوكرانية. ومع هذا يقول المسؤول الأوروبي لرويترز إنه يعتقد أن الفرصة مناسبة جدا للتفاوض النووي الآن. ماذا إن رفض الإيرانيون هذه المرة التفاوض؟ إن أثرت بالفعل هذه العقوبات الجديدة، هل الأوروبيين أي خطة بديلة للتعامل مع الإيرانيين؟
لا أعتقد بأن الإيرانيين سيتعاملون برد فعل حازم مع هذه العقوبات. نعود ونكرر، لا نعرف كيف سيكون شكل هذه العقوبات أو مدى قسوتها أو مدى جديتها. طبعا ستكون جدية، ولكن مدى تأثيرها على الملف النووي الإيراني. الإيرانيون كما ذكرت بالصورة، ورغم كل العقوبات التي فرضت عليهم من قبل البريطانيين ومن قبل أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، استمروا بهذا النطاق. ستكون لهم طبعا تهديدات وتلويح بالتهديد، إن كان من خلال مزيد من الدعم لروسيا في أوكرانيا، وإن خلال أيضا مزيد من العقوبات. كانت قد ردت طهران سابقا على العقوبات التي فرضت من بريطانيا. يمكن أن تكون هناك حزمة عقوبات جديدة على الأوروبيين، وأيضا يمكن أن يستخدم ملف الجيوش الأوروبية أو الغربية التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط أو في المناطق التي إلى حد ما لإيران هناك نفوذ. ولكن رد قاس أيضا بحسب ما نتحدث اليوم، هناك أيضا سؤال يطرح اليوم، إذا ما اعتمدت هذه العقوبات إلى حد الساعة رد فعل إيران غير معروف. وطبعا لا ننفي بأن هناك تخوف من أن يكون هناك رد فعل حازم من قبل الإيرانيين على أي عقوبات جديدة يمكن أن تفرض. ولكن تقديري السياق الذي يسير فيه اليوم الملف النووي الإيراني يحتاج أيضا إلى مزيد من الوقت، ولا يمكن أن نجزم سلبا أو إيجابا فيما يتعلق برد الفعل، إن كان سيكون سلبيا أو إيجابيا، أو إن كان سيكون في دائرة الوسط. نعم، لا أعلم إلى أي درجة تتفقين معي، ولكن نلاحظ كل ما كان هناك انفراج ما على الجبهة الإيرانية الأمريكية يكون هناك تشدد أوروبي، والعكس، يتساهل الأوروبيون قليلا تتشدد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم وزارة خارجية إيران تقول أنها تسلمت بعض المبادرات الجديدة لعودة الأطراف التي خرجت من الاتفاق النووي، تقصد الأمريكيين. في المقابل يتحدث الأوروبيون عن حزمة عقوبات جديدة وعن تمديد العقوبات السابقة. هل هناك أي تفسير لهذه الحالة؟ تفسير لهذه الحالة، قبل الدخول بهذا التفسير أود الإشارة أيضا إلى ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عند لقائه وزير خارجية عمان، وقال بأن هناك مسعى أيضا مع سلطنة عمان لتخفيف العقوبات أو بعض العقوبات المفروضة على إيران. نعم. ولكن أيضا ما أود أن أشير إليه، دائما يأخذ المسار منذ عودة التفاوض من عام 2021، عند كل نقطة نصل إليها يكون هناك نوع من، إن صح التعبير، العرقلة، أو إن كان يمكننا القول نوع من التراجع أو خطوة تراجعية يمكن أن تؤثر على المفاوضات النووية. التحييد روبرت مالي منذ أسبوعين أو أكثر عن الملف النووي أيضا يدخل في هذا الإطار. دائما هناك فيما يتعلق بملف التفاوض هناك يعني أوراق تفاوضية تطرح من قبل الغرب من ناحية، ومن قبل الإيرانيين من ناحية أخرى. الطرفان يسعيان إلى تقوية أوراقهما قبل الوصول إلى اتفاق شامل أو خطة عمل شاملة مشتركة جديدة أو خطة باء جديدة، أو إن كان العودة إلى اتفاق كامل الإطار يعني. ولكن نعم، بطبيعة الحال أتفق معك، إذا ما ذهب الأمريكيون باتجاه العقوبات يذهب الأوروبيون في الطرف الآخر، ولكن أراها بأنها نوع من يعني محاولة الحصول على أكثر عدد من أوراق القوة للتفاوض تبادل. وأيضا ما دائما أود أن أشير إليه بأنه لا يجب أن يرفع منسوب التفاؤل فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، لأن مجريات المفاوضات دائما تثبت بأنه كل ما تقدمنا نعود ونتراجع خطوة إلى الوراء. نعم سيدة شيرين، سؤالي الأخير، لماذا يبدو ملف الصواريخ الإيرانية الآن هاجسا للأوروبيين حينما وصلت هذه الصواريخ إلى كييف، فيما كان الأوروبيون مستعدون لتجاوز هذا الملف حينما كانوا قريبين من التفاوض النووي قبل هذه الحرب الروسية الأوكرانية؟ هذا يعتبر استفزاز بين مزدوجين للأوروبيين. اليوم كل الدعم الذي يقدم عسكريا وماليا وسياسيا لأوكرانيا
وتأتي من ناحية أخرى إيران لتدعم الجانب الروسي المعادي أيضا بين مزدوجين للاتحاد الأوروبي ولأوكرانيا، وتدعم موسكو الحليفة لها بهذه الصواريخ، هذا يعتبر استفزاز للاتحاد الأوروبي وأيضا يشكل خطر. هناك دائما الخطر على الأمن الأوروبي، ولو أن كيف حتى ساعة ليست يعني ضمن الاتحاد الأوروبي وهذا ما تسعى إليه، ولكنه طبعا يعتبر استفزاز من ناحية، وأيضا من ناحية أخرى يعتبر تهديد للأمن. وأيضا نعود ونقول يمكن أن يكون نقطة يمكن أن تستخدم في الملف الروسي الأوكراني لتحقيق نتائج ومكاسب للطرف الغربي والأوروبي تحديدا في الملف النووي الأوراني. معنا ملف الصواريخ كان يطرح من المنطقة العربية ويتم مطالبة بإدماجه في التفاوض النووي، والأوروبيون غير مقتنعين بهذا. في كل الأحوال من باريس كنت معنا الكاتبة الصحفية شيرين ناصر، شكرا جزيلا لك. الأخبار ليلة مستمرة في بعد الفاصل. الرئيس الروسي يشترط تلبية مطالب بلاده للعودة إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا. الكثير من الضباط خافوا عندما طرح اسمك لوزارة الداخلية. كيف كان وضع السجون عندما تسلمت إدارة مصلحة السجون؟ وجمت السجون أو مناطق السجون اللي فيها إخوان المسلمين وأفراد من جماعة حماس وخلية حزب الله. لحظة استقبال الرئيس مبارك في السجن الساعة 1 بالضبط أو 1:05 هبطت طيارة حسني مبارك. بعد الثلث ساعة فيش حد نزل. اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمت الاستجابة الكاملة لمطالبها، وإلا فإن تمديد هذا الاتفاق لن يعود له معنى وفق قوله. وفي هذا السياق قالت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود حاملة لشحنات عسكرية، وإن الدول التي تتجه سفنها للموانئ الأوكرانية ستعتبر أطرافاً في الصراع إلى جانب أوكرانيا. يأتي ذلك في أعقاب قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود. وقبل ذلك أعلنت روسيا أنها ضربت منشآت عسكرية ليلا قرب ميناء أوديسا في أوكرانيا، فيما اتهمت كييف موسكو باستهداف مواقع تستخدم لتصدير الحبوب. هذه التطورات تأتي تزامنا مع تأكيد أوكرانيا أنها شنت عملية ناجحة استهدفت فيها ميادين تدريب عسكري روسي في شبه جزيرة القرم، بعد ساعات من استهداف الجسر المؤدي إلى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014. هنا في مدينة أوديسا حيث موانئ التصدير الثلاثة، الميناء الشمالي والجنوبي وميناء البحر الأسود، تعمل الموانئ على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية وفق اتفاقية تصدير الحبوب التي انهارت بانسحاب الجانب الروسي منها. تم الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك تم الاتصال من قبل الرئيس التركي أردوغان حول مواصلة العمل في ذات الصيغة بدون روسيا.
غياب المنتجات الأوكرانية عن السوق العالمية بسبب توقف الاتفاقية سيشكل تهديداً كبيراً لاستقرار أسعارها، مما قد يرفع الأسعار بنسبة قد تفوق 20% ويسبب الغلاء للدول الغنية، بينما يحقق مجاعة للدول الفقيرة، خاصة تلك التي تعتمد على برنامج الأمم المتحدة، والذي يشكل القمح الأوكراني مصدراً رئيسياً له بنسبة تصل إلى 50%. العالم سيفقد الكثير، كما قلت، إن 50% من برنامج الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة تعتمد على أوكرانيا، وبالطبع سوف يتضرر الاقتصاد الأوكراني والمزارعون لن يحصلوا على العائد. اسمحوا لي أن أذكركم بأنه عندما تم توقيع اتفاق الحبوب في العام الماضي انخفضت الأسعار بما يزيد عن 20%. على الرغم من أن الأوكرانيين يعملون على تطوير النقل عن طريق نهر الدانوب والطرق البرية كالسكك الحديدية والشاحنات، إلا أنها من المستحيل أن تحل بديلاً للموانئ البحرية، والتي في أفضل حال لها ستتسع لنقل 50% من الكمية المتوفرة، مما يترك نصف إنتاج أوكرانيا مهدداً بالتلف وحبيس الصوامع ومرافق التخزين. موانئ نهر الدانوب التي تعمل الآن ستواصل العمل، ونحن نعمل على تطويرها وتوسيعها، ولكن استبدال موانئ أوديسا البحرية أمر مستحيل. الأوكرانيون يعتبرون أن الروس يبتزون العالم ويهددون البشرية بالمجاعة والغلاء وارتفاع الأسعار، ويقولون أنه من حق العالم أن يدافع عن حقوقه المشروعة في الحصول على الغذاء. وعرض الرئيس الأوكراني على الأمم المتحدة وتركيا الاستمرار في الاتفاقية بدون مشاركة روسيا، الذي قال: نحن مستعدون ولسنا خائفين. حذيفة عادل، الحدث من مدينة أوديسا. من موسكو تنضم إلينا للمزيد من التفاصيل والمعلومات مراسلة الحدث كاتيا طعمة. كاتيا، أهلا بك. كاتيا، لنتحدث إذن في البداية عن هذه التطورات العسكرية المرتبطة كذلك أو في الشق الأساسي بتصدير الحبوب الأوكرانية، فيما أوكرانيا تقول إن روسيا تستهدف مخازن الحبوب. روسيا تقول إنها مستعدة للتفاوض حول تصدير هذه الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في حال تمت الاستجابة الكاملة لكل الشروط والمطالب الروسية. لنذكر في البداية ما الذي تطالب به روسيا. مرحبا سارة. بالفعل روسيا قالت مرارا أنها ستعود إلى هذه الصفقة، وكما قالت الخارجية الروسية اليوم أنها قامت بإمهال الأمم المتحدة فترة 3 أشهر لحين يتم تنفيذ جميع الشروط التي وضعتها روسيا. طبعا الشروط هي معروفة: عودة روسيا أولا، السماح لعودة المصرف الزراعي الروسي إلى نظام السويفت وربطه معه، بالإضافة لذلك رفع جميع القيود التي وضعت على التأمين والوصول إلى إمكانية الوصول إلى الموانئ أيضا، وتفعيل خط أنبوب نقل الأمونيا كما تحدثت. هذه هي الشروط الرئيسية التي تطالب بها روسيا طبعا، والسماح لتصدير الأغذية والحبوب والأسمدة الروسية. هذه الشروط التي لم يتم تلبيتها حتى الآن. روسيا تطالب بالغرب والأمم المتحدة للعمل على تلبية هذه الشروط، وبالتالي يمكن عندها العودة إلى صفقة الحبوب كما تحدثت موسكو. اليوم كانت الدفاع روسيا واضحة بأن بعد خروج موسكو من هذه الصفقة، في حال خرجت أي سفينة جديدة من هذه الموانئ فستعتبر أنه يتم تحميلها بالسلاح أيضا، وهي أعلنت أن المياه هناك هي مياه خطرة، وأعلنت أيضا أن أي علم سيرتفع فوق هذه السفن بالإضافة إلى الأعلام الأوكرانية فأن هذه الدول أيضا تشارك بعمليات نقل الأسلحة كما تحدثت الدفاع الروسية اليوم. والرئيس الروسي عاد وأكد مرارا أن اليوم أيضا مساء أكد أن موسكو ستعود إلى هذه الصفقة فقط في حال تم تنفيذ الشروط الروسية. نعم سارة، مثل ما ذكرتي، وإلا أنها ستعتبر كل السفن التي تبحر في البحر الأسود كهدف عسكري أو بأنها تحمل شحنات عسكرية. في موازاة هذه التطورات أو هذه التصريحات المتعلقة باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، هناك تطورات عسكرية، ضربات روسية على منشآت عسكرية في أوديسا في أوكرانيا. أوكرانيا تتحدث عن منشآت ومواقع عسكرية وكذلك عن مخازن للحبوب. ما الذي أعلن روسيا حول هذه الأهداف التي ضربت؟
حقيقة الدفاع اليوم ولليوم الثاني هي تقوم بتوجيه ضربات نحو منطقة أوديسا. كانت أولا قد وجهت ضربات انتقامية ردا على الاستهداف الأخير لجسر القرم، وكانت استهدفت مستودعات لتصنيع المسيرات البحرية التي استخدمتها أوكرانيا خلال هذا الاستهداف الأخير. أما اليوم هي قالت أنها قامت باستهداف مناطق متاخمة لأوديسا والتي تحتوي على مستودعات للذخيرة وليست مستودعات للقمح كما تقول أوكرانيا. هي تقوم هذا في إطار العملية العسكرية التي طبعا هي تستمر به كل يوم. ولكن بالمقابل سارة، كان هناك أيضا استهداف جديد لجسر لشبه جزيرة القرم. كان هناك استهداف لمستودع للذخائر في منطقة ميدان عسكري للتدريب العسكري للقوات الروسية، أدى إلى اندلاع الحرائق التي لم يتم إخماتها حتى اللحظة، والتي أدت أيضا إلى إجلاء مواطنين من 4 قرى متاخمة لهذا الميدان، والذي يصل عددهم إلى نحو 2000 مواطن روسي سيتم إجلائهم من هذه المنطقة نتيجة هذا العمل التخريبي كما تصفه موسكو المتجدد في شبه جزيرة القرم. نعم كاتيا، سنبتعد قليلا عن ما يجري حول اتفاق تصدير الحبوب، ولنتحدث باختصار شديد عن تطور آخر. حالة من الجدل كانت أحاطت بموضوع إمكانية حضور بوتين لقمة بريكس في جنوب أفريقيا، وعلى ما يبدو هو لن يحضر. هذا ما أعلن على الأقل من الرئاسة في جنوب أفريقيا. هل أعلن هذا روسيا كذلك؟ وما الذي أو كيف برره الروس؟ بالفعل الكرملين اليوم كان قد تحدث عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوجه لحضور هذه القمة بشكل شخصي. هو سيقوم أو سيحضر هذه القمة عبر الفيديو، ولكن سيحضرها بشكل كامل كما تحدث بيسكوف اليوم. طبعا هذا يأتي بالرد على تصريحات طبعا الرئاسة التي أكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر هذه الجلسة شخصيا، وذلك نتيجة طبعا كما تحدثت أو بررت الرئاسة هناك بأنه سيتم في حال حضوره سيكون هناك ملابسات حول اعتقاله، وهذا ما قد يؤدي إلى حرب كما هو أدلى أيضا بتصريحات من هذا النوع. سيمثل شخص الرئيس الروسي في هذه الاجتماعات سيكون وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هو الذي سيكون شخصيا بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيكون عبر الفيديو كما تحدث الكرملين اليوم. سارة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل من موسكو. كنت معنا مراسلة الحدث كاتيا طعمة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه على الأمم المتحدة وتركيا أن يعملوا كل ما يمكن فعله لضمان حرية الملاحة في البحر الأسود حتى بدون روسيا. نريد لشركائنا الأمم المتحدة وتركيا ألا يخافوا من القيام بكل ما هو ممكن حتى بدون الاتحاد الروسي ليمكننا استخدام ممر البحر الأسود. نحن لسنا خائفين. اتصلت بنا شركة السفن وقالت إنها مستعدة لمواصلة تسليم الحبوب إذا سمحت أوكرانيا للسفن بمغادرة الموانئ، وإذا سمحت لها تركيا بالمرور عبر مضيق البوسفور. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. دكتور محمد، إذن بعد خروج الروس من هذه الاتفاقية هم يتحدثون اليوم يهددون بأن جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود قد تكون أهدافا للروس، وبأنها ستعتبر حاملة لشحنات عسكرية، حتى أن كل الدول التي تتجه للموانئ الأوكرانية قد تكون كذلك طرفا في الصراع الآن وهدفا روسيا. إلى أي حد تبدو روسيا بالفعل جادة في تهديدها هذا؟ هو هناك مبالغة من مواقف الأطراف المختلفة بخصوص الموضوع. يعني حديث الرئيس الأمريكي أننا نستطيع أن نصدر الحبوب بدون مشاركة روسيا، أو حديث الرئيس الأوكراني بأننا نستطيع مع الأمم المتحدة والدول أن نصدر، أو حديث روسيا نفسها أنها تعتبر كل السفن أهدافا عسكرية، هذا فيه قدر كبير من المبالغة.
هناك ممر آمن للسفن التي تحمل القمح، كانت روسيا تؤمن هذا الممر، وكانت شركات التأمين بناء على هذا التأمين تسمح للسفن والتأمين عليها. عندما تعلن روسيا أنها لم تعد أن هذا الممر لم يعد آمنا، أعتقد أنه لا يمكن أن تتم شحن القمح أو الحبوب كما كان قائما، ويصبح هناك عقبة تحتاج إلى التشاور مع روسيا بهذا الخصوص. النقطة الثانية أن روسيا تحاول يعني ابتزاز أوكرانيا والعالم لتحقيق مصالحها. هناك عزر على البنك الزراعي وحاجتها إلى عودته للسويفت العالمي، وهناك العقوبات المفروضة على تصدير الأسمدة، تريد أن يكون هذا مقابل ذاك. نعم. أعتقد أن الأمر سيكون فيه مساومة بين الطرفين. نعم، قبل أن نتحدث عن الشروط الروسية هذه وشكل المساومة أو الصفقة التي قد تتم، ذكرت بأنه ثمة نوع من المبالغة من كل الأطراف وحتى من الجانب الأوكراني حينما يتحدث الأوكرانيون، وهذا نقل على الأقل على لسان السفير التركي هناك، بأن ثمة ممر بديل في البحر الأسود عبر بلغاريا ورومانيا قد يكون لهذه المنتجات والحبوب. هل هذا كذلك يدخل ضمن المبالغة الأوكرانية؟ يعني أعتقد أنه النقل عن طريق رومانيا وبلغاريا ربما يكون البديل، لم يطرح حتى الآن أن يتم نقل الحبوب عبر البر إلى هناك، ونقل الحبوب عبر البر من منطقة أوديسا بالتحديد يعني عباء إضافية وتوقيت أكثر، لأن أوديسا كانت مهيئة كأكبر ميناء موجود لتصدير الحبوب. روسيا ليست قضيتها قضية تصدير الحبوب فقط، ولكن قضيتها ألا يصبح لأوكرانيا منفذ على البحر الأسود ومحاصرة أوديسا بصورة أساسية، لأن هناك أسباب عسكرية حيوية بالنسبة لروسيا. روسيا تعتبر أن الدول المشاركة مع أوكرانيا في تأمين الحبوب، يعني الدول الغربية والتي أجرت مناورات عسكرية في البحر الأسود، شاركت في العملية الخاصة بضرب جزيرة القرم والجسر من خلال مسيرات بحرية كانت يتم تصنيعها وتجميعها في أوديسا. هناك حديث عن تعاون استخباري كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من ناحية وأوكرانيا في الضربات التي تمت. من هنا كان الموقف الروسي أكثر تشددا، ويطرح مساومات تتم لمقابل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. نعم، إذا ذكرت أن ثمت شروط روسية ونعلمها ترتبط بالبنوك وترتبط كذلك بتصدير حتى المنتجات الروسية، في المقابل هناك تنديد بخروج روسيا من هذا الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه عمل وحشي. ما شكل الصفقة أو التسوية التي قد تحدث؟ يعني هو ما يجري الآن هو جزء من العملية العسكرية القائمة. العملية العسكرية الروسية الأوكرانية أصبحت عملية حرب بلا قواعد، وكل طرف يتهم الثاني بأنه يقوم بعمليات لا أخلاقية، علما بأن الضربات متشابهة، يعني يتم ضرب مواقع يتم فيها مقتل المدنيين ويقال أنها يستهدف أهداف عسكرية، الأمر مفتوح. لكن الواضح أن الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا ما زال يواجه صعوبات، ولم يحقق المطلوب، ولم يتمكن من إزاحة القوات السورية الروسية من الأماكن التي احتلتها. الصفقة فيما أعتقد أنه يتم تخفيف العقوبات المفروضة على الحاصلات الزراعية الروسية وصادرات الأسمدة، وهذا أيضا مطلوب لتخفيض أسعار بالنسبة للدول العالم، يعني يمكن أن يدخل تحت غطاء إذا كان المطلوب أن يسمح لصادرات أوكرانيا حتى نساعد برنامج الأمم المتحدة، فهذا أيضا يمكن أن يساعد في تخفيض تكلفة الغذاء العالمي. شكرا جزيلا لك من القاهرة، كنت معنا الدكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا. على وقع الأزمات المتراكمة في لبنان والمرتبطة بتحالف ميليشيا حزب الله والطبقات السياسية الفاسدة، تتكشف وسائل حزب الله باستغلال الأزمات لصالحه على الصعود السياسية والأمنية والاقتصادية. آخرها تقرير استقصائي لمعهد واشنطن يتقاطع مع
ما كشفه خاص الحدث حول استغلال حزب الله لسوق العقارات والتهريب عبر المرافق الرسمية وغير الرسمية من بضائع وغيرها وصولاً لقطاع الصحة والأدوية الإيرانية. سوق العقارات في لبنان وقع أيضا ضحية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وكما في كل الميادين كذلك هنا يحضر استغلال ميليشيا حزب الله بغية شراء عقارات انخفضت قيمتها بنسبة فاقت 50%. ولهذه الغاية شكلت الميليشيا شبكة من رجال أعمال يتبعون لها، وراحت تشتري عقارات في بيروت وفي مدن تمتلك فيها حضورا محدودا. سوق آخر تتحكم به الميليشيا وبقوة هو سوق الأجهزة الإلكترونية باهظة الثمن مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة. تجار الجملة التابعون لها يستوردون هذه السلع ولا يدفعون أي ضرائب في المطار وفي المرفأ أيضا بفضل سيطرة الحزب على المرفقين. أما في قطاع الأدوية فباتت مأساة اللبنانيين الذين فقدوا الدعم عن الدواء باتت هي الأخرى مكسبا للميليشيا. ترويج للأدوية الإيرانية والسورية في مناطق نفوذها ودعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية. وفي عام 2020 سلطت وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على هذا الأمر عبر تصنيف شركات أدوية اللبنانية عدة تابعة لما يسمى بمؤسسة الشهيد والتابعة بدورها إلى الميليشيا على قائمة الإرهاب. وتبقى باكورة أعمال الميليشيا إنجاز التعبير تجارتها لمخدرات الكبتاغون، وهي تعد المستفيد الرئيس من هذا المجال في لبنان وسوريا. ويشار هنا إلى أن دور الميليشيا في إنتاج الكبتاغون وتهريبه يسبق الحرب السورية وسهل سيطرتها على مرفأ بيروت والمطار والحدود، بالإضافة إلى وصولها إلى مرفأ اللاذقية في سوريا، ما سهل بناء المزيد من مصانع المخدرات في البلدين. ومن بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي الدكتور حارث سليمان لمناقشة هذا الملف. الدكتور حارث أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. نتحدث بداية عن سوق العقارات، هو واحد من الأسواق أو القطاعات التي سيطرت عليها ميليشيا حزب الله كذلك. ما حجم أو نسبة سيطرة ميليشيا حزب الله على سوق العقارات؟ مساء الخير إليك ولمشاهدي الحدث. أهلا بك. الحقيقة أن تأثير حزب الله على سوق العقارات ليس جديدا. بعد حرب 2006 تدفقت إلى حزب الله أموال إيرانية كبيرة، وقام يعني بعيد الحرب تماما عند انتهاء المعارك قام بشراء يعني عقارات كثيرة في بيروت طبقا لخارطة كان يريد منها أن يعني يتحكم بمفاصل المدينة، وهي هذه الخارطة هي التي مكنته من أن يسيطر على حزب الله لاحقا، يسيطر على بيروت لاحقا بأيار 2008. نعم دكتور حارث. كان يعني نعم أسمعك. الاقتصاد الموازي الذي يقيمه حزب الله متعدد الأطراف وشامل، يعني لا ينحصر في سوق العقارات فقط، وطبيعي أنه خلال الأزمة التي هلأ يعني يعاني منها لبنان والتي انخفض فيها سعر العقارات أكثر من 50%، أن يستغل حزب الله هذه الأزمة من أجل التمدد عقاريا وشراء عقارات. نعم، ولكن دكتور حارث دعنا نركز، أعذرني على المقاطعة هنا، قبل أن نتحدث عن الاقتصاد الموازي بكل أشكالها، الأدوية والمنتجات الإلكترونية، الهواتف والحواسيب وغيرها، نتحدث عن سوق العقارات.
في لبنان كذلك للأرض بعض الخصوصية، مواقع وصحف مقربة من أحزاب مسيحية كانت تقول بأن أراضي للمسيحيين أو وصفتها بأراضي مسيحية الآن باتت تحت سيطرة ميليشيا حزب الله عن طريق وسيط، عن طريق رجال أعمال، وحزب الله لا يظهر في العلن بأنه هو من يمتلك هذه الأراضي الآن واشترى هذه الأراضي. ما هدف حزب الله من هذا الأمر؟ هل هو هدف اقتصادي بحت؟ هو هدف يعني متعدد. حزب الله اشترى أرض لإقامة جامعة تتبع له، يعني جامعة مرخصة من الدولة تتبع له، اشترى أراضي كثيرة في منطقة يعني جبل لبنان، في منطقة قريب من منطقة الجي، اشترى يعني الشراء العقارات في الحقيقة هو متعدد الأهداف، يعني في كل منطقة لديه هدف. مثلا اشترى في سوق الغرب مقر أو بناء وقام ببنائه من أجل فتح مكتب أو يعني مبنى للقرض الحسن للبنك الذي يديره، يشتري عقارات أيضا من أجل فتح مدارس أو مستشفيات أو من أجل إنشاء يعني سوبر ماركت، تعاونيات استهلاكية. هو يعني يدخل إلى السوق بقوة، وأصبح لديه شبكة من يعني من المصالح ومن الشركات ومن الخطوط الاستيراد والإنتاج كبيرة جدا. يعني قضية الهاتف الخلوي يعني معروف أن من هو الوكيل الذي يستورد هذه الهواتف، نعم. هو تابع لحزب الله وهو من آل إمهز يعني. نعم، وسيطرتي على سوق الدواء، وهذه ليست أمور جديدة، طرحت للنقاش منذ سنوات، كذلك السلع الأخرى. إلى أي حد مكسب ميليشيا حزب الله هو في المقابل خسارة للاقتصاد اللبناني؟ واختصار شديد من فضلك دكتور حارث. يعني كان بأول الأزمة اللبنانية سنة 2019 كان يقدر الاقتصاد الموازي الذي يديره حزب الله حوالي 30% من الاقتصاد اللبناني بشكل عام. أعتقد أنه حصة الاقتصاد الموازي من الاقتصاد اللبناني قد ارتفعت بنسبة 10%، وبالتالي نحن الآن نستطيع أن نتكلم عن 40% اقتصاد موازي بعد أن طحنت الأزمة بعض القطاعات، وأصبح يعني النشاطات الاقتصادية لحزب الله هي أكثر تنافسية من القطاعات الشرعية. قضية الدواء الإيراني والدواء السوري تم يعني فرضها على اللبنانيين من خلال شبكة صيدليات حزب الله، ومن خلال يعني إشغال حزب الله لوزارة الصحة وتجاوز القوانين التي تنظم دخول الدواء إلى لبنان وتضع عليه مواصفات الجودة وتخضعه يعني لنورم لمقاييس محددة علمية. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا الكاتب السياسي الدكتور حارث سليمان، شكرا. وإلى ملف آخر، إلى الجزائر الآن. قتل 35 شخصا وأصيب 12 بجروح في حادث اصطدام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة صغيرة قرب تمن راست في أقصى جنوب الجزائر. أفادت الحماية المدنية أن الحادث الذي تلاه حريق وقع عندما اصطدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة بين أدرار وتمن راست بشاحنة صغيرة. وذكرت وسائل الإعلام أن غالبية الضحايا قضوا في الحريق. تشكل السرعة السبب الرئيس للحوادث المرورية في الجزائر على ما تفيد المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، التي قالت إن عام 2022 سجل حوالي 23,000 حادثة مرورية قتل فيها أكثر من 3,400 شخص. و
وينضم إلينا من العاصمة الجزائرية الدكتور محمد كواش الخبير في السلامة المرورية. دكتور محمد أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن حادث مروري مروع حقيقة، 34 شخص قتلوا و12 هم جرحى الآن. الحادث على ما أعتقد هو في الطريق رقم واحد الرابط بين العاصمة وتمراسة عين قزام. بداية بحسب المعلومات المتوفرة لديك، ما أسباب هذا الحادث؟ يسعد مساك، مرحبا، أكيد تعزينا لكل ضحايا أو عائلة ضحايا الحادث المروري المأساوي أو المجزرة المرورية التي خلفت أكثر من 34 قتيل و12 جريح. وللأسف هذا النوع من الحوادث أصبح يتكرر في كل مناسبة، والأمر يتعلق أولا بشساعة الطريق، يعني المسافة المقطوعة، لأن الحادث وقع في ولاية تمرست والحافلة قد انطلقت من ولاية أضرار أو محافظة أضرار، والبعد بين محافظة أضرار وولاية تمرست أو محافظة تمرست حوالي 1026 كيلومتر، يعني مسافة طويلة جدا. إذا ذلك توقيت الحادث، توقيت الحادث كان حوالي الساعة 24 دقيقة صباحا، يعني هذا توقيت صعب جدا من حيث السياق، لأن أغلبية الحوادث المأساوية تكون في فترة خطيرة جدا، وهي فترة من الساعة الثانية إلى الخامسة صباحا. إذن هذان عاملين خطيرين، بالإضافة إلى الظروف المناخية التي تعرفها الجزائر في الفترة الحالية المتعلقة بالحرارة الشديدة، أكيد أن هذا أكيد أنه مع السياق الليلية هذا ينهك السائق بشكل كبير جدا وينقص من تركيزه وفعله وردة فعله، لأن الحادث هما كان هو حادث بين حافلة تنقل مواطنين مسافرين وبين سيارة نفعية، سيارة عربة تنقل مواد يعني بترولية أو وقود، وهذا ما ساهم بشكل كبير جدا. أكيد أن أي حادث مروري ينجر منه احتكاك، شرارة كهربائية، حريق، وبعد ذلك ما فعل ما الرياح الشديدة، لأن منطقة صحراوية بالإضافة إلى الحرارة الشديدة والوقود ساهم بشكل كبير جدا بانتشار النيران. نعم. دكتور محمد، الطريق رقم واحد هل هو من الطرق المعبدة والمجهزة بشكل جيد؟ نعم، بالفعل بالنسبة لنوعية الطرق الصحراوية أكيد أنها طرق واسعة جدا، لكن للأسف فيها كثير من المقاطع ليست بالكبيرة، ولكن بعض المقاطع هي صعبة جدا، وهذا أكيد أنه ما يرهق وينهك بما يقلق السائقون بشكل كبير جدا، ويتسبب حتى في 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 مشاكل ميكانيكية وتقنية. نعم. للحافلات، يعني هناك هذه ملاحظتك مهمة جدا، يعني تخيلي أن حتى لو كان تم تغيير السائق، يعني هناك سائق خلف السائق الثاني حتى يعطي بما سياقة آمنة للمركبة، ولكن السؤال يطرح نفسه يفرض نفسه في الواقع، يعني الحافلة التي انتقلت من أضرار إلى غاية محافظة تمرست حوالي 1626 كيلومتر، هي مسافة طويلة جدا أكيد تسبب في الأعطاب الميكانيكية. الحادث ليس الأول من نوعه، حوادث كثيرة مروعة حقيقة في الجزائر في الخمس الأشهر الأولى فقط من هذا العام. تقول التقارير أنه ارتفعت أعداد الحوادث بنسبة 45%. هل الجزائر خطة مال لتقليل عدد الحوادث أو لتفادي هذا العدد الكبير؟ بالفعل أكيد أن ذروة حوادث المرور الخاصة بالفصل الصيفي ذروة خطيرة جدا بفعل النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتوجه لأماكن الاصطياف والسياحة التنقلات لمسافة طويلة يساهم بشكل كبير جدا في ارتفاع الأعداد، ولكن نعم الدولة تضع استراتيجية لمواجهة حوادث المرور، نعم استراتيجية ولكن لم ترى النور المرجو منه، وبالتالي احنا نأمل الآن بالمرور إلى رخصة السياقة بالتنقيط، لأن أسلوب بيداغوجي تربوي رضعي وربما رفع من مستويات العقوبات خاصة للمخالفين لإجراءات السلامة، لأن الأمر يتعلق بأرواح الأبرياء في طرقاتنا. وتعازينا دكتور محمد، كنت معنا من العاصمة الجزائرية الجزائر الدكتور محمد كواش الخبير في السلامة المرورية، شكرا جزيلا لك. وفي ختام القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، نذكر بأن بيان القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى أشار إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وتعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر. بيان القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى كذلك أشار إلى دعم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة إكسبو 2030 وتعزيز التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك والتأكيد على تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى بعد هذا الاجتماع. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. السلام عليكم.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.